نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المؤمنة إذا توفيت ولم تتزوج بعد فما هو مصيرها في الجنة؟ لأن المؤمنة إذا توفيت ولها زوج فإنها تخير، فهي مع زوجها، فمع زوجها، وإن كان لها زوجان خيرت بينهم. خيرت. طيب التي لم تتزوج، إذا لم تتزوج فسيجعل الله لها زوجا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، سيجعل الله لها زوجا من أهل الجنة. لكنه ربما تقول لي: أليس نقول في دعاء صلاة الميت أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ وهذا مشكل، هذا الدعاء مشكل، لأنها إن كانت متزوجة فكيف تقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ وإن كانت غير متزوجة فأين زوجها؟ واضح الإشكال؟ الجواب عن هذا أن نقول: أبدلها زوجا خيرا من زوجها إن كانت غير متزوجة، فالمراد خيرا من زوجها المقدر لها لو بقيت. وأما إذا كانت متزوجة فالمراد بكونه خيرا من زوجها أي خيرا منه في الصفات في الدنيا، لأن التبديل يكون بتبديل الأعيان، كما لو بعت شاة ببعير مثلا، ويكون بتبديل الأوصاف، كما لو قلت: بدل الله كفر هذا الرجل بإيمان، وكما في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والأرض هي الأرض لكنها مدت، والسماء هي السماء لكنها شقت. نعم.